بتضايق قوي لما بلاقي حديث الناس كلها مثلا بشرى ومحمد رمضان، بتضايق لما الاقي حديث الناس كلها مجدي شطه وحمو بيكا، بتضايق قوي. مش يعني مع كل الاحترام لكل الفنانين ولكل الناس، او فستان رانيا يوسف او علقوا تضايقكم، لكن ما يبقاش حديث البلد، ما يبقاش ترند يوتيوب مصر فستان فنضحك الناس علينا بره، ما يبقاش يعني. وبعدين هقدم لكم انا حلقه قريب جدا 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 هتذهلكم الحقيقه، مش هقول لكم عليها ولكن هتذهلكم، ان في حاجه كتير قوي مهمه نتكلم عنها في البلد دي، عن ان احنا نتكلم عن فستان او بشرى طلعت عملت اغنيه بترد على محمد رمضان. الحقيقه انا بشرى مش صاحبتي وما عنديش اي حاجه ضدها. محمد رمضان انتوا عارفين ان احنا كنا متخانقين خناقه كبيره جدا، مانو اتعامل معايا بشكل مش لائق، انا صالحت كل الناس ومش متضايقه من اي حد، وطول عمري ما بتضايقش من اي حد، ولكن انا ضد ان اي حد يعلن عداءه لحد. يعني لما كانت مثلا داليا البحيري، او لما كانت دره، او لما كانت نيكول سابا، او لما كانت يعني هما دول اللي انا فاكراهم، نيكول سابا، داليا البحيري، انا قلت مين تاني؟ بص والله انا طيبه جدا، انا قلت مين تاني بيشتم فيا؟ داليا البحيري ونيكول سابا ودره، ما بيحبونيش وبيقعدوا يكتبوا بوستات شتيمه فيا طول الوقت وبتاع. انا ضد الحقيقه ان انا ابقى مثلا اعلاميه واشتم ممثل، او لان انا ليا جمهور ما ينفعش اقصر فيه، وما ينفعش البابليك فيجر او الشخصيه العامه تبقى بتهاجم زي، لا لازم تبقى موضوعيه جدا. يعني عمركم شفتوا الفنان عادل امام مثلا او الفنان عمرو دياب او كده بيهاجم حد؟ لا، لان ده الزعيم وده الهضبه. الناس دي عارفه يعني ايه شخصيه عامه، الناس دي عارفه يعني ايه ذكاء اجتماعي، ان ما ينفعش اشتم في زميل ليا وما ينفعش اهاجم حد. اولا عشان كبير جدا جدا جدا، فما ينفعش اقلل من نفسي وهاجم حد، لان عشان اهاجم حد يبقى انا حاجه من الثلاثه، يا متغاظ منه يا شايف انه ناجح زياده عن اللزوم اكتر مني، يا اما مش عاجبني شغله، ومش عاجبني شغله دي ما تخصكيش، لان اكيد بتعملي مسلسلات دمها تقيل ما بحبهاش، اكيد بتعملي افلام ما بحترمهاش، اكيد اما ذوق ده ذوق عام، لكن ما ينفعش تعبري عنه لان ليكي جمهور وهتاثري فيه ضدي. واحنا في الاخر زملاء وفي مركب واحدة وفي مكان واحد، وكل واحد بيحاول يحقق ذاته. كفاية قوي نقد الجمهور لينا، مش هنقعد ننتقد بعض. اعتابي بس على بشرة كم كلمة في الأغنية. ثانيا، ان ناس كتير قوي من مصر الفني اعتبرت ان محمد رمضان بيقلل من الناس الباقية لما قال ان هو نمرة واحد. طب انا كنت نمرة واحد بالورقة والقلم في وقت من الاوقات، برنامجي كان نمرة واحد، وممكن يكون كان مسلسل ونمرة واحد، او انا مش واقفة مع محمد رمضان خالص، احنا بقولك لسه يعني بيننا مصانع الحداد كان، ولكن نفسي نبقى كلنا واحد. يعني نفسي في 2019 نبقى كلنا واحد، ما يبقاش بشرة ضد محمد رمضان ومش عارفة مين ضد مين، وده بيشتم في ده وده ضد ده. البلد دي هتقوم واحنا واحد، واحنا كلنا 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 عايزين مصر تبقى هي رقم واحد.